هناخد على التليفون دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ومدير مركز العاصمه للدراسات الاقتصاديه. دكتور خالد مساء الفل. مساء الفل لحضرتك ومساء الفل للساده المشاهدين اجمعين. التاثيرات الاقتصاديه للحرب وصلت لغايه فين؟ التاثيرات الاقتصاديه للحرب احدثت مزيد من ارتفاع الاسعار حول العالم وبالاخص الغاز والبترول، وبالتالي ارتفاع أسعار منتجات السلع والخدمات حول العالم، ارتفاع أسعار الشحن والنقل حول العالم أثر بشكل مباشر على ارتفاع معدل التضخم وصولا لمستويات غير مسبوقة خلال 40 عام مضت. لم يحدث هذا التغير في الأسعار وارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والغذاء بوجه خاص، هو أصبح الغذاء والحبوب مستهدفة أن هي تبقى مش موجودة أو ما تتصلش إلى أغلب الدول وبالأخص دول الشرق الأوسط وإفريقيا، فكل ده أحدث انتكاسة لكثير من الاقتصادات حول العالم. تأثيره علينا احنا يا دكتور؟ تأثيره علينا مصر قدرت ان الحقيقة يعني يحسب للحكومة المصرية قدرتها بناء على التوجيهات السيد الرئيس عبد السيسي ان هو ياخد تدابير للحد من تداعيات واثار هذه الازمة على المواطن المصري. تم تخصيص اكثر من 130 مليار جنيه لدعم للسلع الاساسية والسلع التموينية لتوفيرها للمواطن في كل ربوع مصر، بالاضافة لاكثر من 335 مليار جنيه زيادة في الأجور وزيادة في البرامج الرعاية الاجتماعية، يعني أكثر من 435 مليار تم تخصيصهم وزن العامة للدولة لتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية علشان لن نتأثر، بالإضافة أن الدولة النهاردة بتعمل على توفير كل السلع والحبوب من الأراضي المصرية وعملت زيادة وتحفيز للمزارعين في كل مصر اللي ازاي تلبي وتعمل على توريد الأقماح وتعمل على زيادة الأراضي المخصصة للحبوب والذرة علشان يعني نقلل من الاعتماد على فاتورة الواردات وبالأخص، وازاي النهاردة مصر تقدر تستطيع أن تلبي احتياجات المواطن المصري من خلال ما ينتجه المزارعون في مصر، بالإضافة لتوطين صناعات جديدة وتطوير الصناعة القائمة لتلبية الدائطار، وده كان نتاج مؤتمر مصر تستطيع المعقد خلال الأسبوع الماضي. يا دكتور خالد الناس نعم. عايزة تطمن في حاجة محددة، الأسعار اللي بتزيد المستقبل رمادي ولا ممكن يبقى فيه حتة منورة؟ الأسعار ده هتفضل تزيد ولا هتقف؟ ولو فضلت تزيد في العالم هتفضل تزيد في مصر؟ توقعات ايه؟ مصر ليست في معزل عن العالم. صحيح. الأسعار بتزيد بيحدث زيادة موجودة في مصر، إنما بس الحقيقة اللي بيحدث في مصر زيادة غير مبررة، يعني النهاردة لو تم زيادة الأسعار عالمياً 10%، هل ما نجده في مصر بيزيد بنفس القدر اللي هو 10%؟ ولا بنلاقي ان التجار استخدموا او هذه الزياده ان في زياده تمت، يبقى انا بعض الزياده اكتر من اللازم، وهذا ما يحدث في مصر. لان على اجهزه رقابيه في الدوله ان تعمل على كيفيه تحقيق هذا التوازن. التاثيرات السلبيه يا دكتور هتستمر قد ايه؟ هتستمر طالما الحرب مستمره وطالما لدينا احتياجات لسلع وخدمات يتم استيرادها من خارج. اللي انا كنت عايز بس ان انا اكمله لحضرتك وللساده المشاهدين ان مصر النهارده بتعمل ايه بناء على التوجيهات الرئاسيه، ان ازاي ان انا اكتفي او يقول لدى الدوله المصريه ما يكفي من سله الغذاء في كل المنتجات سواء الحبوب او الغلال ازاي ننتجه في مصر وازاي نحفز المزارعين على ذلك، ده رقم واحد. رقم اتنين، ازاي انا احفز الصناعه والقطاع الصناعي بكل قطاعاته ان احفزه ان ينتج ما يحتاجه المواطن
من سلع وخدمات ومنتجات تبقى بتم انتاجها في مصر. قدرت الدولة تعمل ده بناء على التوجيهات الرئاسية خلال الفترة القادمة، قدرت أن تقلل الاعتماد على الوارد، ارتفع الأسعار خارجيا أو ما ارتفعتش، مصر قادرة على المضي قدما نحو تحقيق ما يحتاجه المواطن وبسعر أعتقد أقل من مسيره بالخارج. أنا شاكر ليك دكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي. سيادة اللواء،